مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم لنتابع معكم هذا اللقاء من مدينة برشيد الحي الحسني مع الفاعلة الجمعوية والحقوقية المرأة المناسبة في المكان المناسب الأستاذة السيدة رشيدة فيطوط وحالة السيدة عتيقة أم لثلاثة أطفال ولدين وبنت المصابة بمرض ألم بها حيث أصيبت بإعاقة شاملة منها ضريرة النظر وإصابتها بشلل تام لم تستطيع الوقوف وضعية غير حميدة نتيجة هذا الألم الذي أصيبت به وهي تزاول عملها في إحدى شركات الدواجن التي تخلى عنها المعني بالأمر المشغل. أصبحت مهضومة الحقوق رغم توفرها عن التسجيل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون تمكينها من حصولها على تعويض والاستفادة من واجبة الأطفال لم يفق سنهم 13 عاما. القاطنة بالحي الحسني بلوك اف رقم 572 برشيد، رقم الهاتف للاتصال بالمعنية بالأمر 06 59 79 40 78. أعيد الرقم 06 59 79 40 78. هذه الأسرة في ضياع شامل، أصبحت لا مدخول مادي إلا وجود الأم للسيدة عاتقة جدة الأطفال المعيلة لهم بعد بحثها عن شغل يومي في الموقف. هذا نداء لكل من لهم القلوب الرحيمة من المحسنين والمحسنات وفاعلين عمل الإحسان أن يتكون لهم التفاتة حول هذه العائلة ومدهم بيد المساعدة لما يحتاجون إليه الأبناء لمتابعة الدراسة وما تحتاج السيدة عاتقة من أدوية وغيرها لإصابتها كذلك بمرض التنفس ومدها بشراء ربوز التنفس الدقيق. مع عدم أدائها فواتير الماء والكهرباء وواجب الكراء لنتابع مع السيدة الأستاذة رشيدة الفاعلة الجمعوية الحقوقية هذا اللقاء للنداء بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في طوط رشيدة فاعلة جمعوية وحقوقية. احنا الآن جينا عند واحد الحالة اللي كاينه الاخت عاتقه معاقه ومكفوفه، كانت دارت واحد العمليه ديال العينين ولكن ما نجحتش ليها ودابا ما بقاتش مسكينه كتشوف ودابا في واحد الحاله صعبه بزاف، انها مسكينه عندها بعد عندها ثلاثه وليدات بنيه وجوج وليدات. البنت كانت كتقرا وخرجت من الدراسه ديالها نظرا للظروف تاع الام ديالها، وها نتوما كتشوفوا على ان الحاله فين كيسكنوا واحد اش غنقول لكم ما عندهمش باش يخلصوا الكرا وكيمروا بواحد الازمه صعبه. الوليدات هما كيقراو ولكن مساكن ما عندهمش الظروف ديال انهم يقراو، ولانها مسكينه ما عندهاش حتى باش تشري ليهم الادوات، يعني الوالده ديالها هي اللي مقابلاها. اش غنقول لكم واحد الحاله صعبه، نتمنوا انها من الناس المحسنين باش يعاونوا هذه الحاله، وهي معكم غتكلم وتقول الظروف ديالها. السلام عليكم عتيقه. وعليكم السلام. انا عندي ثلاثه الوليدات وانا كتخطى عليهم ودابا مرض مبقيتش نشوف مبقيتش نتمشى وظروفي صعبة أنا وليداتي، وأنا محتاجة المساعدة أنا وليداتي، عندي باش نشري لها الدواء السكانير شحال بزاف كعويجات، وأنا كنتمنى كنعيش مع المحسنين وكاع الناس اللي كيشوفوني يتعاونو معايا أنا وليداتي وأنتي تعاون معايا أنا وليداتي. راني كان عندك تخدم لي موتور ديالنا صعب محتاج بزاف ومريض. كيفاش وقع لك تما مبقيتيش عينك كتشوف؟ كتخدم عليهم ودابا مبقيتش نشوف، انا محتاج انا وليداتي كنعيش الناس المحسنين وكاع الناس اللي كيشوفوني يتعاونو معايا انا وليداتي. فحال يرتلا مكنوش مني النداء ديالي جلالة الملك تعاون معايا انا وليداتي، يشوف هاد الحالة اللي الواقع انا وليداتي حالتي، المحسنين يتعاونو معايا، كان اللي شافني تعاون
اي واحد عنده وليداتي تاون يشوف هاد الحالة ويشوف وليداتي تاون معايا. المهم راه كنا فيها باش كانت دارت واحد العملية على العين اللي بقات اللي كانت كتشوف بها، ولكن ما نجحتش ليها هاد العملية، ودابا الأم ديالها هي اللي كت الأم هي اللي مكلفة بها، وهي اللي مسكينة واقفة كتساعدها لأنها هي معاقة ما كتقدرش توقف ما كتشوفش، يعني واحد الحالة ما نقولش لكم. هاد الأم ديالها غتكلم حتى هي. السلام عليكم، انا هي الام ديال عتيقه، وانا اللي راني مقابلاها وما صليها صحه وما عنديش باش نوضي دار اللي ركابي، انا اللي كنخدم في الموقف عليها، وعندها ثلاثه الوليدات. الله يجازيكم بخير. اللي شافنا تعاون مع هاد المراه هادي، راه حنا ما كتشوفش ما كتنوضش، راني انا اللي خدامه عليها في الموقف. ما صلا بقيت ستين وكاريه كنخلص الكرا، ما صد دابا الكرا ما صد باش نخلصو، والله الا العظيم ما صد باش نخلص الكرا، دابا راه واقفين عليا ما صد باش. الله يجازيكم بخير، والمحسنين والمحسنات الله يجعل صدر بيعونكم الا ما تعاونوا معانا. انا على واحد الحاله، هانتوما الحاله كتشوفوا فيها. ما عمر جا عندكم شي واحد اختي جاوز ولا اختي ما كيجي لا بقى شي حاجه، عمرها ما عطاكم شي حاجه من بعد اختي، وتقولي دابا واقفين عليا الكرا وداكشي ما صدق باش تخلص. انت كتشوفي حالتنا حالت وليدات مساك، واحد الحاله الدرية خرجنا من المدرسة ما وصلناش باش تكونوا معاها، دابا مسكينة دينا القهوة، وراك عارفة الدريات ما كيتزعطلو عليهم ما قدرش باش نديها، ودابا أنا كنمشي للموقف الدار اللي اختي ركباتي ما داش ليا وما صليا لين، راك كتشوفها مسكينة واحد الحالة روا بازو، وعندها ضيق في التنفس، كتبات فايقة بات حالة الباب أنا عليها حق الله، إلا كان بات حالة الباب اليوم البارح راه تال جوجت عندي وحنا حالين الباب مخنوقة، وما تشوفش مسكينة مكفوفة والوليدات، وراكم عارفين كل شيء أختي، هاد الحالة توريك. نتمناو من الناس المحسنين أنهم يعاونوا هاد الأخت العتيقة ويعاونوا وليداتها ويشوفوا من حالها.